كل سنة وانتم طيبين، ودايما في رمضان متجمعين مع الكنافة والخشاف وقمر الدين اللي بنحبهم كلنا كبار وصغيرين. وطبعا بعد الفطار مستنيين فوزير كوكو دادا للناس الحلوين. اسمع وشوف الفزورة مرتين واختار إجابة واحدة صح مش اتنين. الفزورة عن أكلة أو مشروب بيحبوا الصايمين، أو مناسبة معروفة أو شخصية من الفنانين. عمنا أبو قلب كبير لف بلاد، سك باب البيت وراح يصطاد. قبل ما يسافر قال كلمتين لسعاد عن سيد أفندي اللي مجاش في الميعاد. بنرد كلامه في كل عيد ميلاد، واسمه سهل جدا على كل الأولاد. اسمع وشوف الفزورة مرتين واختار إجابة واحدة صح مش اتنين. فؤاد المهندس، عادل إمام، ولا بابا شارو؟ كوكو دادا رمضان يجمع.